الكرام، معي في هذه اللحظات السيد خالد المعجل. خالد يعطيكم العافيه. خروج غير متوقع للمنتخب السعودي من الدور الاول بحصيله متواضعه جدا اهداف على المنتخب اليمني. والله اول شيء ابارك لاخواننا في الكويت على التاهل، وهذا الشيء مو غريب عليهم، يعني الكويت فريق كبير. مع الاسف ان القرعه جمعتنا مع العراق والكويت والسعوديه. انتم يعني بعد فريق ما يستهان فيكم، يعني انتم مرشحين يعني قبل لا تدخلون. زي ما قلت لك يعني كانت الثلاث فرق مرشحه للبطوله مو بالتاهل. هذه حال الكرة، زي ما أكرر للأسف إلى الجمهور السعودي، زي ما قلت محصلة يعني غير مقنعة لنا، لكن هذه حال الكرة. زي ما نرجع للمباراة، ليش ما قدر ريكارد أن يعني يعادل النتيجة مع أنه كان عنده وقت كبير أن يقرأ المباراة ويدخل؟ يعني واضح كان لعب المنتخب الكويتي. والله شوف، اعتقد السيد ريكارد رمى بكل اوراقه، خاصة من الناحية الهجومية، والشوط الثاني لعب ثلاث سناترة يعني مدافعين، لكن هذه يعني قد يكون هناك الحلول الفرديه في المقدمه يعني ما كانت في الشكل المطلوب اللي تقدر تسجل فيه. لكن ايضا احنا الوقت الامور الفنيه انا ما ابغى اتطرق فيها، ولا عاد يعني ما عاد في فائده نتكلم فيها. صحيح، البعض يقول ان الاعلام السعودي في مهاجمته للمنتخب السعودي لبعض اللاعبين هو اللي ساهم في تواضع بعض اللعيبه وتواضع المنتخب السعودي في في هالبطوله. احنا صحيح الاعلام السعودي محللين واعلاميين، يعني شيء طبيعي ما دام انت تعمل وفي مجال الكوره لازم تتوقع انه بيجيك اعلام وان كان قاسي، لكن يظل اعلام محب يعني حريص، يكون في قسوه، لكن اذا كان اللاعب وصل مرحله انه ما يقدم عشان الاعلام هذا شيء انا اعتبره مصيبه، لانه يظل يفترض ان اللاعب لا ينظر للاعلام ولا لازم يقتنع. ما دام يلعب وهو في نجوميه فمن الطبيعي انه بيلقى نقد، ويفترض انه يعني يركز على الملعب، ومو بجديد اللعيبه ما يعني اذا كان اللاعب الكبير احنا او مجموعه عندنا مين بجديد على الاجواء هذه ومتعود يعني. بس في بعض الاعلاميين دخلوا في امور الشخصيه الخاصه باللعيبه، كيف ما يتاثر؟ والله شوف انا ما ادري ايش جوا اللاعب، لكن انا متاكد انه يعني مو بهذا السبب يعني. زين، ريكارد هو اللي يتحمل مسؤوليه الخروج هذا ولا هذا الجيل اللي يتحمل؟ لا 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 لا، يتحمل احنا نتحمل جميع الاجهزه والجيل وكل اللي عملت في المنتخب سواء اداريه فنيه طبيه لاعبين هم اللي يتحملونها. العوده للمملكه بعد سمعت بعد شو عن طريق البحر؟ بالضبط، يعني عن طريق الجسر ان شاء الله، بعد ما نوصل الدمام حيكون على المطار كل لاعب يروح. خالد موجود مع المنتخب في الفتره القادمه؟ والله شوف انا زي ما انت ابن وطن واخدم الوطن، اذا انا موجود هذا شيء يشرفني، واذا ماني موجود اعتقد ان لو كان في احد غيري هذا شرف له يعني. يحزنك خروج المنتخب السعودي بهذه الطريقه خاصه هذه الطريقه؟ يعني لو ان مثلا ادى بنقول اوكي، بس ما ادى يعني المنتخب. والله شوف ادى اليوم، انا اعتقد انه ادى، يعني انت ما شوف ما دام خسران اكيد كل السلبيات حطيها، لو فاز المنتخب حيكون مدرب افضل مدرب واللاعبين افضل مدرب، هذه حال الكره. حكايه حزني انت ايش رايك يعني؟ ما في سعودي مو حزين. طيب ريكارد ما عندك اي معلومات خلاص يستمر ولا لان العقد الشرط الجزائي هو اللي مخلي مساله؟ شوف انا يتكلمون الشرط الجزائي، لو راى الاتحاد السعودي مصلحه الكره في انه يلغون عقد ريكارد يعني ما حيعيقهم شرط جزائي. انا اشكرك خالد، شكرا على شجاعتك.